النوعين بتوع الميرورز، نوعين، النوع الاول بلان ميرور، ودي خلاص خدنا البروبرتيز بتاعتها وعرفنا خصائص الصوره فيها وكل حاجه عن البلان ميرور. المفروض هنشتغل بقى على النهارده سفيركال ميرور، تمام، ونشوف بقى ايه خصائص الصوره فيها وايه انواعها، لان برضو فيها نوعين داخلين داخل سفيركال ميرور. اول حاجه سفيركال ميرور عباره عن ايه؟ It is the mirror whose reflecting surface a part of whole sphere. انا عايز اعرفك حاجه، سواء في البلان ميرور او السفيركال ميرور، الميرور جنرال عباره عن ايه؟ عباره عن جلاس شيت، لو كنت بتكلم على البلان ميرور جلاس شيت، وهذا الجلاس شيت من الخلف كفرد باي ميتاليك اليمنت، يعني طبقه من ميتاليك اليمنت لامعه، وهذه الطبقه هي اللي بتعمل الريفليكشن الانعكاس. حتى انت سيادتك لو جيت على مرايه عندك في البيت، اي مرايه، وبدات تخربشها من ورا كده، تكون حته مكسوره ولا حاجه، خربشها من ورا، هتلاحظ انها بقت ازاز. فلما بتكلم على السفيركال ميرور برضو هتكلم على نفس الفكره، عباره عن هولو سفير، يعني كره جوفاء فاضيه من جوه. شفت الكره البلاستيك مثلا اللي علبه الجبهه هتلعب بيها؟ زيها كده، ولكن جلاس، وبعدين كفر مغطاه بطبقه لامعه. يبقى تيز ا ريفلكتنج سيرفيس عباره عن ايه؟ عباره عن جزء لامع، طبقه لامعه من شاين اليمنت، اليمنت يبقى لامع، يبقى سيلفر اللي هو المرايه بتاعتنا. وبالتالي انا لما اتكلم بقى على سفيركال ميرور، هي عباره عن بارت من هذه السفير، اهو ادي سفير، جزء منها سواء الجزء اللي بيلمع هو الداخل، لو انا خدت مقطع كده هجد ان ده عامل كده، يبقى الجزء اللامع هو الداخلي، هسمي هذا النوع كونكيف ميرور. لو خدت مقطع تاني خليت الجزء اللامع هو الخارجي بالشكل ده كده اللي بيلمع من بره، من بره، يبقى ده كونفكس. لما اجي برسم ميرورز جنرال، الشرط اللي بعملها دي معناها الجزء اللي مش لامع، يعني عند الجزء اللامع بيبقى ده، والشرط دي معناها غير لامع، العكس هنا اهو، يبقى اللامع من بره. يبقى اذا كانت عندك السفيركال ميرور جنرال هي عباره عن ميرور ابارت اوف هولو سفير، عباره عن هولو سفير يعني كره جوفاء. تعال نشوف كده نوعي الميرورز. اول نوع اسمه كونكيف ميرور، طبعا ده بقى تايب داخل سفيريكال، يبقى الميرور جنرال بلان ميرور، مرآة مستوية. تاني نوع سفيريكال ميرور، السفيريكال ميرور دي ديفايد انتو تو تايبس، كونكيف ميرور، كونفكس ميرور. يبقى الكونكيف ميرور عبارة عن ايه؟ بيسموها كونفرجنج ميرور، اللي هي مرآة لما، كونفرجنج لما، ديفرجنج مفرقة. هنقول لما ليه؟ نعرف الأول الكونكيف ميرور. It is a mirror whose reflecting surface أو الشايني سيرفيس بتاعها is a part of inner surface of the sphere. يعني إيه؟ آدي الكرة بتاعتي هيت، لو أنا خدت الـ inner part الجزء الداخلي زي ما قلنا هنا كده، يبقى ده عبارة عن كونكيف. يبقى الكونكيف هو عبارة عن، الكونكيف ميرور عبارة عن ميرور الريفلكتنج سيرفيس بتاعتها الانر بارت اوف ذيس هولو سفير، الجزء الداخلي من هذه الكرة، يبقى ده اسمها كونكيف ميرور. هنقول ليه سموها كونفرجنج؟ نعمل بس الأول صفحة كده جديدة. تعالى معايا أقول لك إيه الفكرة. الكونكيف ميرور زي ما اتفقنا بتبقى الريفلكتنج سيرفيس بتاعها السطح العاكس هو الانر بارت، وبالتالي اي اشعه بتسقط على هذا السطح بيحصل لها ريفلكت، بس بتتجمع في بوينت، يعني هذه المراه الاشعه الساقطه عليها بتجمعها في فوكس، بوينت اسمها الفوكس او البؤره بتاعت هذه المراه، لانها بتجمع الاشعه الساقطه عليها في هذه الفوكس
بسميها converging mirror. يبقى ال concave mirror it is a mirror the reflecting surface of it it is the inner part of whole sphere. تسمى ال concave mirror converging mirror. Why? Because it collect بتجمع the light rays fall on it في point تسمى الفوكس. طب نرجع تاني لموضوعنا اللي بنتكلم فيه، نكمل اهو من الكتاب. يبقى ده تعريف الكونكيف ميرور. It is a mirror whose reflecting surface is a part of inner surface of sphere. سميناها كونكيف، تسمى الكونكيف ميرور called converging mirror. الاسم بتاعها converging. لما؟ طب ليه لما؟ Because as ده بقى لو قلت ده give reason اهو ليه converging mirror is a الكونكيف ميرور is a converging mirror. من هنا بقى because it is converge تجمع او collect the parallel rays fall on its surface because it collect the parallel light rays الأشعة الساقطة عليها في point عشان كده سميناها conversion. نخش على الconvex mirror. تعال يا convex. الconvex mirror عبارة عن ايه؟ عبارة عن نفس الكلام بس الreflecting surface هو السطح الخارجي. بعمل شوية من جوه كده معناها اللي بيلمع اللي بره. وبالتالي اي شعاع يسقط عليها هتعكسه بس diverging مفرق اهو. شو هيسقط كده تعكسه كده. وبالتالي الأشعة اللي عند الساقطة على هذه المرآة بتتفرق مش بتتجمع علشان كده سميتها diverging mirror مرآة مفرقة. نرجع تاني لصفحتنا هناك. الـ convex mirror it is a mirror whose reflecting surface is a part of outer surface. Outer surface يعني السطح الخارجي of a sphere بتاع هذه الكرة. Give reason. الconvex mirror is called diverging mirror because it diverge. تفرق. The parallel rays fall on its surface. واضح جدا ان اي شعاع بيتفرق لبره لكن دي بتتجمع هنا في فوكس لكن دي بتتفرق الاشعة بتفرق عشان كده بسميها diverging. يبقى دول النوعين بتوع الميرورز اللي هو spherical mirror number one concave mirror number two اللي هو convex mirror. طيب تعال مع بعض كده نشوف نكمل بقية الموضوع بتاعنا. الراجل مديلي مثال مهم قوي على السبون المعلقة. يقول لي هقول لك المعلقة دي هي عبارة عن ايه؟ قال لي عبارة عن النوعين مع بعض. المعلقة نفسها فيها النوعين. لو انت بصيت على المعلقة من جوه كده يبقى الجزء العاكس هو الانر بارت. اسمي هذه او الجزء ده اسميه كونكيف. ليه كونكيف؟ لانه الانر بارت. لو بصيت عليها من بره بالشكل ده يبقى الجزء الخارجي اسميه كونفكس. convex يعني مرآة مفرقة. يبقى المعلقة هنا عندي تعتبر واخدة النوعين الكونكيف and convex mirror. يبقى لو كان بتكلم على الانر الداخلي يبقى بتكلم عن كونكيف. لو كنت بتكلم على الاوتر بورد يبقى بتكلم على الكونفكس. نيجي بقى لبعض الكونسبتس المهمة قوي قوي قوي. بس الاول هعرفك حاجة مهمة. ازاي بنرسم ميرور؟ انا عايز يا جماعه اللي هقوله طبعا عشان ما فيش تعليم مباشر كده بايديا قصادكم لكن اللي بقوله هيتعمل ويتصور له ويتبعت. ايه؟ ازاي اعمل كونكيف ميرور؟ طيب عشان ارسم كونكيف او كونفكس ميرور الاول لازم افهم الكونسبتس دي. خد عندك اول كونسبت سنتر اوف ميرور كيرفيتشر. The center of mirror curvature. يعني إيه؟ يعني مركز تكور المرآة.
هتلاحظ حاجة في المرآة اللي هي سفيريكال. خلي بالك أدي عندي سفير، السفير دي كرة، وهذه الكرة لها سنتر، يسمى هذا السنتر ذا سنتر اوف ذا سفير، مركز الكرة. طيب مرايتي سواء كونكيف ان كونفكس بارت، سواء من انر بارت او الاوتر سيرفيس. يبقى لو انا بتكلم على الكونكيف ميرور، دي اسمها كونكيف ميرور، لها سنتر، بسمي السنتر ده ذا سنتر اوف ذا ميرور كيرفيتشر، مركز تقور المرآة. طب النبي فهمني اكتر كده، يعني ايه مركز تقور المرآة؟ اقول لك يا سيدي، مش المرآة دي جزء من كرة؟ لو انا خدت المرآة بتاعتي ديت وكملت الكرة بتاعتها، هجد ان هذه الكرة لها مركز. اهو المركز بتاع هذه الكرة هو نفسه مركز المرآة اللي تعتبر جزء من هذه الكرة. هقول الكلام ده تاني عشان الناس تركز معايا. انا بتكلم عن كونكيف ميرور، دي كونكيف ميرور اهيت، تمام، عبارة عن جزء من كرة. طب هي فين الكرة بتاعتها؟ لو افترضت انها كامل، هنا بقى تبقى كبيرة شوية واسعة شوية. انا حاولت اعملها كده ليه؟ عشان تبقى حسب الكونفكستي اللي هو التحدب او التقعر. اجد ان الكرة بتاعتي كبيرة، الكرة دي لو لها مركز، مركز الكرة هو نفس مركز المرآة، لان المرآة بتاعتي جزء من هذه الكرة، فاصبح the center of the mirror curvature هو نفسه the center of the sphere اللي الميرور بتاعتي part of it. وهو ده التعريف. تعال نشوف مع بعض كده. What is the center of the mirror curvature؟ مركز تقور هذه المرآة. It is the center of the sphere. It is the center of the sphere. إنه مركز الكرة. That the mirror is considered a part of it. التي تعد هذه المرآة جزء منه، سواء كان inner part أو outer part. طب لو كان inner part، هيبقى السنتر اوف كيرفيتشر قدام المرآة في الكونكيف ميرور، اهو السنتر جوه المرآة. طب لو كان كونفكس، الكونفكس يا جماعه سطح عكس من بره اهو، يبقى السنتر ورا المرآة. يبقى تاني، وات از ذا سنتر اوف ذا ميرور كيرفيتشر؟ ات از ذا سنتر اوف ذا سفير. هو في الاصل مركز الكره، بس انت سيادتك خدت المرآة بتاعتك جزء من هذه الكرة، يبقى it is the center of the sphere which the mirror is a part of it، اللي المرآة بتاعتك جزء منها. نكمل كده. It is lie in front of the reflecting surface، تقع أمام السطح العاكس. في حالة إيه؟ في حالة الكونكيف ميرور، تمام، أهو السطح العاكس هنا ودي أمامه فعلا، أو بتقع خلف السطح العاكس. شوف هنا it lie، خلاص قدام المرآة المقعرة. نمبر 2 it lie behind the reflecting surface of the convex mirror، لأن الconvex mirror الreflecting surface بتاعها الأوتر سيرف، وطبعا الكرة بتاعتي المركز جوه الكرة، فيبقى السنتر behind the mirror. The spherical mirror have only one center of curvature، لأن يا جماعة السفيركال ميرور ده عبارة عن إيه؟ مرآة، هي كرة، والمرآة بتاعت الجزء من هذه الكرة، فلها سنتر واحد، سواء كان قدام المرآة المقعرة أو خلف المرآة المحدبة. تعال نقولها كمان مرة بشكل تاني. What is the spherical mirror أو the center of curvature؟ أنا عندي يا جماعة مرآة، كرة الأول أهي، هاخد الجزء ده بيبقى بالشكل ده. ده بسميها كونكيف ميرور لان السطح العاكس هو الداخلي من جوه. ويبقى السنتر بتاع الكره هو السنتر بتاع المرآه. يبقى وات از ذا سنتر اوف كيرفيتشر اوف ذا كونكيف ميرور؟ ات از ذا سنتر اوف ذا سفير بتاع الكره الاصل، اللي السفير اللي الميرور دي بارت اوف ات. وطبعا يقع ان فرونت اوف، قدام الريفلكتنج سيرفيس في حاله الكونكيف ميرور. الناحيه الثانيه،
لو خدت الاوتر سيرفيس هو الريفليكتنج بالشكل ده كده، اصبح السطح اللي بره هو اللي عاكس، بس السنتر بتاعي ما زال الكره اللي هتبقى بتاعتي هتبقى من جوه. يبقى it is the center of the sphere which the mirror is a part of it will lie behind. خلف ادي يا جماعه المرآه من هنا من الامام اهو، هو خلف المرآه في حاله الكونفكس ميرور. يبقى الكونكيف ميرور السنتر بتاعها in front of the reflecting surface، الكونفكس ميرور behind the reflecting surface. ادي اول حاجه عندي اللي هو the center of the sphere. تعال نكمل. نمبر 2 من الكونسبتس اللي عندي the pool of the mirror. What is the pool of the mirror؟ البول اللي هو مركز او قطب المرآة هي عبارة عن imaginary point، نقطة وهمية. يعني مفيش كده مرآة ابص كده الاقي فيها البول. تعال نشوف الكلام ده ازاي، نمسح الكلام ده. ادي عندي كونكيف ميرور وادي عندي كونفكس ميرور. الكونكيف ميرور الانر بارت هو اللي ريفليكتنج، ادي السنتر اوف كيرفيتشر، وهنا اللي بره هو الريفليكتنج وبرده السنتر اوف كيرفيتشر. وير از ذا بول؟ البول عباره عن ايماجري بوينت موجوده في الميدل بالظبط بتاع هذه المرآة. يعني نقطة وهمية، أنا لو تخيلت أنت عندي مرآة هشاور بصبعك أو بالقلم أقول أدي النقطة دي، هي مش موجودة في المراية بس أنا بفترض وجودها، أشوف فين منتصف 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 هذه المرآة، ولو عملت نقطة أنا بإيديا هتبقى هي دي البول. هي مش موجودة في المرآة، مفيش مرآة كده اسمها خد البول أهي، لأ ده أنا ببقى عارف إنها موجودة واقدر احدد مكانها لكن مش موجوده بالفعل كرسمه كبوينت. تعال نشوف مع بعض كده the pool of the mirror. It is the point that lie in the middle، في منتصف ال reflecting surface of the mirror، سواء كانت في الكونكيف او كونفكس تقع في منتصف ال reflecting surface. وطبعا زي ما قلنا انها نقطه وهميه وليست نقطه موجودة بالفعل كده أقدر أشوفها. يبقى البول أوف ذا ميرور. نمبر 3 ذا ريديوس أوف ذا ميرور. طبعا ما دام عندي الميرور دي عبارة عن من سفير، يعني لو هي لأنها عبارة عن جزء من كرة، يبقى هذه الكرة زي ما لها سنتر أوف كيرفيتشر لها ريديوس، يبقى هذا هو الريديوس بتاعي، نص قطر التقور. ولما اجي برضو اعرفه اقول لك هو نص قطر الكره اللي مرايتك دي بارت اوف ات. شوف ازاي، يبقى وات از ذا radius اوف ذا كونكيف ميرور؟ ات از ذا radius اوف ذا ميرور، ات از ذا radius اوف ذا ميرور بتاع هو مين بقى في الاصل؟ ذا radius اوف ذا سفير which ذا ميرور از ا بارت اوف ات. يبقى لو انا كملت ده كده هيبقى عند هذا الريديوس بتاع السفير اللي مرايتك جزء منه، يبقى برضه بعرف الريديوس بانه هو عباره عن radius of the sphere where the mirror is a part of it. كلينس هو المسافه ما بين السنتر اوف كيرفيتشر واي بوينت على الريفلكتنج سيرفيس، كل دي عباره عن radius. تمام؟ يبقى كده انا عرفت كذا حاجة. يبقى معنى كده عندي دلوقتي السنتر اوف كيرفيتشر، عندي البول اوف ذا ميرور، عندي الريدس. تعال بقى نكمل الريدس عبارة عن ايه. وات از ذا radius اوف ذا ميرور؟ ات از ذا، شوف هو هيعملها كديستنس. ات از الاول ات از ذا radius اوف ذا سفير، انها نص قطر الكرة. That the mirror is a part of it، اللي مرايتك جزء منها. It is the radius of the sphere which the mirror is a part of it، هي
هي عبارة عن نص قطر الكرة اللي مرايتها الجزء ما. طب كديستانس عبارة عن ايه؟ كديستانس عبارة عن الديستانس بتوين ذا سنتر اوف كيرفيتشر اند اني بوينت اون ذا ريفلكتنج سيرفيس. وانت عارف ان الكرة او المرآة او الدايرة كل الراديوس كلها ايكوال، يبقى ذا ديستانس بتوين ذا سنتر اوف كيرفيتشر اند اني بوينت ان ذا ريفلكتنج سيرفيس يسمى ذا راديوس اوف ذا مان. تمام. نمبر 4، ذا برنسبل اكسس. ذا برنسبل اكسس يعني المحور الاصلي. ذا برنسبل اكسس اوف ذا ميرور، افهمه الاول قبل ما اشوف عباره عن ايه. البرنسبل اكسس ده يا جماعه عباره عن خط مستقيم. لو انا عندي دي ميرور، كونكيف ميرور مثلا، وادي عند السنتر، هو خط مستقيم بيمر بالسنتر والبول، يبقى بيمر بالسنتر وبيمر بالبول، وطبعا خط مستقيم ممتد من جهتين، واقول عليه ذا برنسبل اكسس المحور الاصلي. يبقى ستريت لاين خط مستقيم باس باي بيمر بيه السنتر اوف ذا ميرور كيرفيتشر اند اتس بول. لا، بيمر بالسنتر والبول. تعال نشوف الكلام ده موجود ازاي. ذا برنسبل اكس ات از ذا ستريت لاين ذات باسس بيمر باي ذا بول اوف ذا ميرور، بيمر بالبول بتاع هذه الميرور وكمان بالسنتر اند ذا سنتر اوف كيرفيتشر، بسميه برنسبل اكس. طب اذا مر بالسنتر وما راحش على البول اسميه سكندري اكسس. هنقول دلوقتي ازاي. اي ميرور ما عندهاش غير واحد بس برنسبل اكسس. ليه؟ لان ما عندهاش غير واحد بول واحد سنتر. تمام. يبقى اي ميرور has only one principal axis. Give reason because the mirror has only one center and dual pole. وطبعا انت عارف ان مفيش غير خط واحد بس بيمر بنقطتين. يبقى ال principal axis المحور الاصلي ده straight line خط مستقيم بيمر بمين؟ بالcenter of the mirror curvature and its pole. طيب تعالى معايا كده نقول، طب افرض يا سيد ما مرش بالبول، وليكن هنا برضه نفس الرسمه كده اهو، ده كده. طب ده سير مر بالسنتر بس مرش بالبول، اسميه سكندري اكسس، محور ثانوي مش محور اصلي. طب وده ثانوي، طب وده ثانوي، طب وده 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 عندي عدد لا نهائي من المحاور الثانويه، لان السكندري اكسس هو اي ستريت لاين بس بالسنتر اوف كيرفيتشر اند اني بوينت اكسبت البول. اني بوينت على الريفلكتنج سيرفيس ما عدا البول، لان لو مر بالبول بقى برنسبل اكسس. عندي واحد بس برنسبل اكسس بيكوز عندي وان سنتر اند وان بول. عندي uncountable number of secondary axes، عدد لا نهائي من المحاور الثانويه. واي؟ لان ما عنديش عندي عدد لا نهائي من الستريت لاين بيباس بالسنتر اند اني بوينت ان ذا ريفلكتنج سيرفيس اكسبت اتس بول، لانه يا جماعه لو مر بالبول ما بقاش برنسبل، بقى ها بقى ايه؟ سكند. اسف، ما بقاش بقى سكند، بقى برنسبل. لو مر بالبول بقى سكندري اكسس. تمام. يبقى انا عندي هنا اذا مر بالبول بقى برنسبل اكسس، اسف، واذا مر باي بوينت بقى سكندري. تعالى بقى نشوف الفرق بين الاثنين بقى هنا ايه. نشوف السكندري اكسس. What is the secondary axis? It is the straight line that passes by the center of curvature of the mirror and any point, أي point in its reflecting surface على سطح، ما عدا مين؟ وأنا لو مر بيه البول خلاص ما عادش يا جماعة
سكندري بقى برنسبل، لان البرنسبل اكسس هو اللي بيمر بالسنتر والبول، انما السكندري بيمر باي نقطه اكسبت مين اهو ان ذا ريفلكتنج اكسبت اتس بول، ما عدا البول، لان لو مر بالبول بقى برنسبل اكسس. طب هو ايه ده؟ مش بالبول، يبقى ما دام ما مرش بالبول يبقى بقى سكندري اكسس. يبقى السكندري اكسس عباره عن ستريت لاين بس بيمر بيه السنتر اوف ذا ميرور كيرفيتشر اند اني بوينت اون ذا ريفلكتنج سيرفيس على السطح العاكس، ما عدا البول، لان لو مر بالبول بقى برنسبل، لكن السكندري ما يمرش بالبول. يبقى كده خدنا كام كونسبت؟ اول حاجه خدنا السنتر اوف ذا ميرور كيرفيتشر، خدنا السنتر خلاص، وخدنا كمان البول، وخدنا البرنسبل اكسس، وخدنا السكندري اكسس. تمام. نوت there is a uncountable number of secondary axes. لما اقول لك give reason ليه؟ تقول لي because the secondary axis it is any straight line بس بالسنتر and any point in the reflecting surface except its pool. اي نقطة ما عدا البول بسمى secondary axis. نيجي بقى لاخر حاجة عندي هنا الفوكس، وهيبقى عندي الفوكس لينس وخلاص. الفوكس، ايه الفوكس دي؟ الفوكس تسمى بالعربي البؤرة. What is the focus؟ واضح انها تبقى بوينت، نقطة موجودة عندي نتيجة تلاقي الأشعة المنعكسة. طب تعالى نعرف الأول what is the point. It is the point of collection. It is the point of collection of the reflecting light rays. نقطة تجمع الأشعة المنعكسة. It is the point of collection of the reflecting rays in concave mirror. لحد هنا وستوب. سيب أور دلوقتي. إزاي الكلام ده؟ أدي concave mirror. وادي الاشعه كلها اهي 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 تنعكس اهي اهي تنعكس بالشكل ده كده مع اهو 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 كلها في نقطه، بسمي دي الفوكس. يبقى الفوكس عباره عن ايه؟ It is the point of collection the reflecting light rays، لان الاشعه الساقطه على الكونكيف ميرور بتتجمع، لان الكونكيف ميرور converging، فالأشعة لما تسقط هترفلكت، ولكن كلها ريفلكت بوينت واحدة بسميها الفوكس. طب بص بقى بعد كلمة اور، اور زير اكستنشن، ايه بقى الاكستنشن دي بقى؟ تعالى نعملها في صفحة منفصلة. أنا أنت قلت لي من شوية الفوكس هنقسم الصفحة نصين كده أهو، ونقول إيه؟ أدي الكونكيف ميرور. الفوكس it is the point of collection the reflecting light rays in the concave mirror. اهو 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 اشعه ساقطه كلها ساقطه على الكونكيف ميرور، تتجمع اهي اهي على الفوكس. يبقى ده في الكونكيف ميرور نتيجه تلاقي تجمع الاشعه المنعكسه. طب تعالى بقى في الايه؟ في الكونفكس. الكونفكس السطح اللامع هو الخارجي. طب شو سقط كده؟ واحد سقط كده. طب هينعكسوا ازاي؟ تعالى مع بعض. هينعكس يا سيد كده وده كده. الله، واضح الاشعه مش هتتجمع يا جماعه، الاشعه مش هتتجمع كده. بس لو انا خدت ده على الاكستنشن بتاعه وده الاكستنشن بتاعه، الاقيهم بيتقابلوا في نقطه. يبقى النقطه دي هي عبارة عن ناتج تجمع الامتدادات بتاعت الريفلكتنج لايت ريز، امتدادات الأشعة المنعكسة. عشان كده لما جاي في التعريف قال لك إيه؟ قال لك it is the point of collection the reflected light rays في الكونكيف مير or their extension، ودي في الكونفكس. Why؟ Because الكونفكس ميرور هي اللي diverging، بتفرق الأشعة، فالأشعة الساقطة على الكونفكس ميرور مش هتتجمع. أما هتروح فين؟ هيتفرق. طب وفين الفوكس هنا بقى؟
لو خدت الاكستنشن بتاعها زي ما قلنا من شويه، الاكستنشن هو ده عباره عن الكونفكس مانر. تعالى معايا كده نرجع تاني في حالة الفوكس. الفوكس في حالة قلنا الكونكيف ميرور بتبقى نتيجة تجمع الأشعة. طيب الأشعة المنعكسة بتتجمع في الفوكس في حالة الكونكيف، فواضح ان هذه الفوكس اقدر ريسيف اون سكرين، اقدر استقبلها على سكرين. طيب ما دام قدرت استقبلها على سكرين تبقى ايه؟ تبقى ريل ايمج، سوري بقى ريل فوكس، تبقى فوكس حقيقيه، بيكوز it collected the reflected light rays and they can receive on a screen. علشان كده بص على بقى نكمل كده. It is a produced when the parallel light rays incidence parallel to the principal axis in the spherical mirror and the concave mirror has a real focus. ال كونكيف عندها real focus يعني focus حقيقية. Why? Because it collected the reflected light rays and they can receive on a screen and lie in front of the reflecting surface وتقع أمام السطح العكس أهي وأقدر أستقبل على السكرين. طب في حالة الكونفكس، الكونفكس أشعة ساخنة كلها متفرقة بس الإكستنشن اتجمع هنا، مش قادر أستقبلها على حائل، اقول عليها virtual. The convex mirror has a virtual focus and the lie behind the reflecting surface. الناحية دي هي behind the reflecting surface. Behind the reflecting surface. وطبعا a spherical mirror has only one focus. تحتوي على focus واحدة بس. طب سير. اتفضل. هو يعني ازاي في ال كونفكس لا الكونفيس، انا قصدي على الكونفيس الكونكيف ولا الكونفكس؟ لا الكونكيف، انا اتلخبطت معلش. الكونكيف ماشي. ازاي اقدر استقبلها على، ازاي اقدر اخدها على سكرين؟ ما اتجمعت في الفوكس، ازاي بقى اقدر اخدها على سكرين؟ ما هو بص بص يا بص يا مارك، ادي المرآة، ادي الشعاع السقف كده. انا لما احط سكرين هنا هستقبل عليها الفوكس. الفوكس مش جو، مش هشوفها جوه المرايه، لا 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 لا، مش زي البلان ميرور. البلان ميرور دي تقف كده صورتك جوه المرايه. انت لما تقف قدام الكونكيف ميرور مش هتشوف صورتك جوه المرايه، لان صورتك المرآة بتعكسها بره، وتحط اي سكرين كده زي ما بتحط كده شاشة بيضة تجيب عليها البروجيكتور، هتحط سكرين كده تستقبل عليه الصورة، فالصورة لن تتكون داخل مرآة. انت لو بصيت جوه المرآة مش هتشوف حاجة، امال هشوف فين؟ لما اجيب سكرين كده احطه قدام المرآة بتاعتي الاقي الصورة بتتكون عليه هنا، يبقى دي اسمها ريل ايمج، استقبلها على حائل. البلان ميرور كنت بص في المرايه شايف صورتي جوه، بس مهما تحط حوائل قدام المرآه ولا تستقبل عليها حاجه، لان الصوره فيرتشوال جوه الميرور. الكونكيف الصوره مش جوه، مش شايف حاجه جوه المرآه، امال صورتك فين؟ صورتك خدها بقى على سكرين من بره. فاهم يا مارك؟ فعشان كده هتبقى الفوكس هنا مش هتتجمع جوه، لا ده بره. عارف لما تجيب مثلا كده مرآة وتحطها قدام الشمس وتعكس الانعكاس على الحيطة، انت دلوقتي كده الصورة او الاشعة بتاعتي جاية من الشمس نزلت على المراية اتعكس على الحيطة، البول الفوكس بتاعت الكونكيف ميرور هتبقى كده.
البول التاني برضو البول مش عارف ليه. الفوكس، الفوكس بتاعت الكونكيف هتبقى كده، هستقبلها على سكين زي الحيطه. يبقى لو انا جبت كونكيف ميرور قربتها للشمس، الاشعه تنعكس، حطيت اي ورقه قدامها بستقبل الفوكس عليها لحد ما تتكون اصغر بوينت، هي دي الفوكس. هبقى هبعت لكم فيديوهات يا جماعه عشان برضو تبقى اكثر يعني رؤيه، لان احنا طبعا هنا مش قادرين نعملها بشكل تقني اعلى. هبعت لكم فيديوهات توضح الكلام ده اكتر. تمام. يبقى الفوكس في حاله الكونكيف ريل حقيقيه، في حال لان كان ريسيف انه اسكين اند فورمت ان فرونت اوف ذا كونكيف ميرور. في حاله الكونفكس بتبقى فيرتشوال، ما اقدرش استقبلها على حائل. السفيركال ميرور سواء كونكيف او كونفكس عندها وان فوكس، نقطه واحده بتتجمع فيها الريفلكتنج لايت ريز اور اتس اكستنشن. اكستنشن في الكونفكس، الريفلكتد نفسها في الكونكيف. نيجي بقى على الفوكال لينس، واضحه جدا المسافه بين الفوكس والبول اهو. It is the focus lens. It is the distance between the focus of the mirror and its bool. تعال بقى اوريك انا في رسمه نجيب بيها الحبه دول كلهم. بص معايا كده، لو انا عندي ادي كونكيف ميرور، ادي البرنسبل اكسس، ادي السنتر اوف كيرفيتشر، الفوكس شعاع سقط، طبعا كونكيف اهي، شعاع سقط انعكس بالفوكس، يبقى سقط كده انعكس كده، شعاع كمان سقط موازي انعكس بالفوكس. الفوكس دي اقدر استقبلها على سكين عشان كونكيف ميرور. المسافه بين الفوكس والبول اسميها ذا فوكال لينس. انا هقفل السيشن ده وهبعت لكم لينك تاني حالا.